عزيزي عزيزاتي وحبيبي حبيباتي، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم ميوزيك اند فود، بيانيست بلا بيدال. غادي بدل كاريمو الحرفة. علاش؟ يلا نشرح لكم تتسويت. بيدال سيستم كتلعب دور مهم جدا في البيانو. البيانيست اذا ما عندوش بيدال سيستم فحال قلتي لاركات ما عندهاش لومبرياج، المشكل كيكون عندك خايب بزاف. علاش؟ يمكن لك تلعب غير بهالطريقة هذه. سمعوا معايا. ما يمكنش ليك تلعب فحال هالطريقة. سمع معايا. وداكشي علاش داروا لينا لي بيدال سوستين بحال هادو اللي كيكونوا ديال ستيج، يعني ديال لا سان. هادو داروهم تقدر تلعب بيهم بالكلافي ولا بالبيانو الكتريك في لا سان او لا في الدار، سيتادير خصها ولا بد تكون عندك. بيدال سيستم ماشي شي حاجه واعره، هي ما مصوباش بلي فيزيبل داخل او لا مصوبه بالبولات او لا بشي ترانسفور داخل، في غير خيط وكيمشي لواحد بلاصه وكيتسودا فواحد بلاصه وكيخرجوا لك ان جاك مونو، يعني تقدر تصوبها غير في الساروت ديال الضو هذاك باش كنشعلو كنطفيو، تخرج ليها سلك اللي فيه جوج خيوطة غادي تسوديهم هنايا وغادا تورك عليها وغادي تخدم ليك. هادشي إذا ما عندكش بيدال سيستم، سينو خاصك ولا بدا تلعب بيها. دابا غادي نوريكم الفرق ما بين بيدال سيستم وبلا بيدال سيستم، وغادي نوريكم بيان سور كيفاش كتستعمل. اول حاجه غادي ندير لكم غادي نلعب لكم جوج نوطات اللي هما الفا ولا، غنلعبهم بلا بيدال سيستم. دابا غادي نلعبهم ليك بالبيدال سيستم. كيما كتلاحظوا معايا بقات الفاق غادا ولا لعبتها ودخلوا بجوج. اوكي دابا غادي نلعب لكم كاتر اكور بلا بيدال سيستم. دابا غادي نلعبوها بالبيدال سيستم. اوكي هاد كاتر اكور كلهم تقريبا عندهم علاقه في لي غام. غادي نلعب لكم دابا لي زاكور ما عندهم حتى شي علاقه بيناتهم او بيان سور بالبيدال سيستم. كيما كتلاحظوا معايا لي نوط تخربزوا بيناتهم. فوالا
هادشي اللي كنلقاو صداع في البيدال سوستين حيت كيبقاو كلاسقين بيناتهم. دونك هادشي علاش كيخصنا ولا بد نعرفو نلعبو في البيدال سوستين. البيدال سوستين كيما ذكرت لكم فحال لا كتسوقو شي لاركات او لا مرسيدس، كتورك على لومبرياج وكتدوز لا فيتيس، كتورك على لومبرياج وتدوز لا فيتيس. فحال فحال كتورك على البيدال كتحط اكور، كتورك على البيدال كنحطو اكور. واضح. غنعطيها لكم دابا بنوطة بنوطة. دونك القضية غير لونترينمون. كنحاولوا الاكور كيهبط ديريكتومون مع البيدال، فاش كنبغيو نبدلو كنبدلو معانا لا بيدال حتى هي. اوكي دابا غادي نحاول نلعب لكم la mélodie bles accord bla pédale système. D'abord, on va jouer avec vous bla pédale système. كتجي حلوة. وأي أسترومو عندها سيستين ديالها، مثلا الجيتار أو لاباس تقريبا كاع لي زاسترومو عندهم سيستين ديالهم، من غير بيان سور لغنا او لا ساكسوفون او لا ترومبيت او لا لا باتري، هادو ما كيكونش عندهم سيستين. وهذاك الشيء علاش كنستعملوا بعض خطرات الريفيرب، ولهذا كنتمنىكم كلكم تحاولوا تخدموا بالبيدال سوستين، وكنتمنى تستعملوها، واللي ما عندوش يشريها، واللي ما عندوش فلوس يصوبها كما قلت لكم. ساروت ديال الضو غادي تخرجوا منها بلوس والموان وديروا لها واحد جاك. هانتوما عندكم كيفاش تديبانيو، ولكن خدموا بيها. عزيزي عزيزاتي كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا في هذه الحلقه، وراه ديما كنتسنى الاسئله ديالكم، راني مقيد اي سؤال ديالكم وغادي نعاود نراجعهم على ما نتسنى يجوني السؤالات بار لي كومونتير ديالكم، باش انا غادي ندير الحلقه الجايه غندير فيديو وغنعطيكم كاع الاجوبات ديالها. هكذا تنتهي هذه الحلقه، والى الحلقه القادمه ان شاء الله.